انجري. خلي اشوفكم والله الاندوثيليوم لحظة. اندوثيليال انجري شوفوا. شوفوا لي هاي الصورة. خلي اخزن لكم اياها. شوف هنا هذا طبعا artery اوكي، بس هذا healthy طبعا ما بي شيء. هذه الاندوثيليوم، طبقة الاندوثيليوم. تخيلوا هذا وريكي شريان وهاي طبقة الاندوثيليوم. حلو، هاي الاندوثيليوم ما بي شيء. زين هنا الاندوثيليوم مجروح صاير بي injury. زين يعني شلون صاير اكو فتحة، اكو injury. زين فهنا هذا طلاب يخلي يزيد من عملية الثرومبوسز. طبعا محاضرتكم بيها واحد شي فلا تخترعون، لا عبالكم هذا كله تحفظوه، لا انا راح اشركم اشياء مهمة زين واللي ممكن تجيكم. physical loss of endothelium can lead exposure. هسه قلنا هو صاير اكو جرح، اكو نقصان بالاندوثيليوم، شي يؤدي يخلي جسمك او الاندوثيليوم او الشريان يتعرض لسب اندوثيليوم extracellular matrix على ECM. adhesion of platelets باختصار يعني شي يسوي تحفظوا لي هذني. adhesion of platelets يخلي صفيحات الدموية تتجمع. زين release of tissue factor، هاي مو صار عندنا جرح هنا طلاب، مو صار عندنا فتحة، يتجمع الصفيحات الدموية تبدي تتجمع. شوفوا هاي الكتلة هياتها صدق، انا ايش دارس لكم اياها، هياتها متجمعة الصفيحات الدموية هنا متجمعة. زين بعد شي صار عندي قلنا release of tissue factor، يعني مو هي صار اكو جرح، اجزاء من الانسجة الشريان هم تطلع. local depletion of prostaglandin and plasminogen activators راح تتأثر، يصير عندي depletion او نقص في مادة البلازمينوجين والبروستوغلاندين. خاف اني واحد يقول لني شنو فائدتهم، هذني كان يفيدن في سوالف التخثر فهم راح يتأثرن. فأهم شي طلاب، أهم شي تعرفون إنه الخلايا أو المواد أو الصفيحات الدموية البليتت راح تتجمع، aggregation راح تتجمع. أوكي أوكي زين. it should be emphasized that endothelium need to be denuded or physically disrupted to contribute to development of thrombosis. هذا حكي حكينا. يعني شنو قلنا؟ قلنا يا بترى احنا لازم هذا ينجرح او يصير بيه خلل يلا يصير عندي مشاكل بالاندوثيليوم. اني بروتروجين يعني او يعني اي نقص او خلل بالاندوثيليوم شي يسوي لك ثرومبوسيس. واي مشاكل بالانتي ثرومبوتيك اكتيفيتيز شنو هاي طلاب؟ شوفوا احنا بجسمنا اكو اشياء ثرومبوتيك، يعني شنو ثرومبوتيك؟ تحفز الثرومبوسيس. واكو بجسمنا اشياء انتي ثرومبوتيك، يعني شنو؟ يعني اشياء تقلل من عملية التخثر. فاني حتى لو صار عندي خلل بالاشياء اللي تقلل عملية التخثر، اشياء اللي تقلل عملية التخثر جسمي ايش راح يصير فيه؟ راح يتخثر اكثر، راح يتخثر. زين اذا صار عندي خلل بالاشياء اللي تمنع التخثر، يعني شيء منطقي. فهذا خصم الحكي هنا بس لكم تعرفون اكو بجسمنا اشياء مخثره وضد المخثره. زين dysfunctional endothelial cell can produce more procoagulant factor. يعني شنو؟ يعني الاندوثيليوم مالتكم المجروح يسوي لك اشياء تزيد من التخثر. حكيناه بس ويرجع عيدها، مصر بليتلت ادهيجن يعني تلاصقات بالخلايا، تشوف اكثر بقايا الانسجه، البي اي اي وهذا نسوالف ايضا مقويات للتخثر. زين شو يسوي لك؟ less anticoagulant effector. شنو يعني less؟ يعني قلل من هذن اللي قلنا عليهن الانتي ثرومبوتيك، الاشياء اللي ضد عملية التخثر راح يقللهن، انهن من
اللي هن ثرومبو موديلم، هذا ينظم عملية التخثر، بروستاغلاندين التي بي اي. اوكي اوكي زين. Endothelial dysfunction can be induced by wide variety of insult including. هاي مهمة مهمة جدا جدا جدا. شنو هي الأشياء؟ سيقول لي واحد أوكي افتهمنا رفل إنه يا بترى من الإندوثيليوم يصير بي إنجري، الأشياء حتزيد، التخثرات تزيد. سيجي طالب مصحصح وياي ممنعس يقول اي بالله هو ليش يصير هذا الانجري، شنو سبب هذا الانجري؟ حقول له هاي تحفظها مثل اسمك، الضغط هايبرتنشن. شو هنا اكو شغله ما ذاكريها مهمه، تدرون هي شنو؟ السموكينج. السموكينج حبايبي، النرجيله، الفيب، كل شيء. السموكينج كلش ياثر على هاي السالفه، اضيفوها. هايبرتنشن، تربلنت بلد فلو. شنو تربلنت بلد فلو؟ واحد عنده مشاكل بالقلب، في الدم ما دا يجري بشكل طبيعي. بكتيريال اندوتوكسين مثلا، هاي بكتيريال اندوكاردايتس، اذا مشاكل بكتيريا عند التهاب في جسمه، البكتيريا تفرز سموم، هاي السموم تسوي لك جرح اوبر مسوم، تسوي لك جرح بالاندوثيليال سيل. راديشن انجري، واحد خطيه دا يتعالج بالراديو، يعني بالإشعاع الكيميائي أو بالإشعاع. ميتابوليك أبنورماليتيز، يعني مشاكل بالميتابوليزم مالت، عنده هايبر كوليستريمي، عنده كوليسترول عالي، هذني كلهن يزيدن ويأثرن على الإندوثيال ديسفنكشن. هاي مهمة جدا. زين، alteration in normal blood flow، تغيرات بمجرى الدم. احنا قلنا الدم لو هو كان طبيعي فالأشياء اللي تخثر تساوي الأشياء اللي تمنع التخثر. أوكي، فالتريشن النورمال بلد فلو يعني شنو؟ نورمال بلد فلو is laminar such that platelet or other blood cellular elements. يعني شنو دي يقول لك؟ الدم الطبيعي ترى بي platelet، افتهمنا، وبي أنواع أخرى من أجزاء الدم، وهذه وين تقعد؟ بالcentrally in the vessel lumen. زين، هسه هذا وعاء دموي، الدم وين يجري؟ بالحواف؟ لا طبعا، يمشي بالنص، يجري بالنص. separated from endothelium، مفصول عن الاندوثيليوم، احنا قلنا هو مثل جدار مال وعاء الدموي، مفصول عنه by slower moving of plasma stasis and turbulence therefore. شنو اكو هنا؟ تقريبا اكو بلازما بالاطراف هي تفصل الدم اللي موجود بالنص عن الاندوثيليوم الموجود بالجدران. اوكي اوكي زين. Promote endothelial activation enhancing procoagulation activity lymphocyte adhesion. زين، فشو يصير؟ flow induced changes endothelial cell gene expression disturb laminal flow and bring platelet contact to endothelium prevent washout. نادى يقول لك انه هنا حكي كله نفسه عودو معروف. اوكي، نادى يحكي لك انه ترى جسمك المفروض يمنع تجمع البليتلت اللي دي يصير هنا، ويمنع الستيسيز اللي حكينا عليه انه الدم يتخثر ويبقى واقف في مكان معين وما يجري. هذا نفس الحكي، فسكيب ات اذا تريدون.